موارد جديده و... فئه مربوحه المغازه. معاونتكم؟ معاونه في حد معين، فهمتني؟ تبقينا كما قال سيد علي، المغازه هي هويه الفريق، هي الناس تلجا لها باش تشري باش تعمل باش تنحي معناها الكونتر فاسا ولا معناها استغلال اللوجو كما جاء في الفيتير واحد كذا. دونك عندك يونيتي اللي يلزمها معناها تكون متفرع على عديد المدن، لان احباء النجم الرياضي الساحلي متفرقين في كامل على كامل تراب الجمهوريه وخارج تونس. دونك عندكم فروع؟ لا مازال ما عندناش، لكن ان شاء الله ربي يسهل. دونك ان شاء الله يوقع احداث فروع جديده وتدعيم المغازل الحاليه معناها ان شاء الله باش يجينا ايكيب مونتي جديد باش تتبدل برشا حوايج في النجم الساحلي ان شاء الله ربي يوفق. النجم عكس الفرق الاخرى كيما الترجي الرياضي التونسي مش يقف النشاط نتاعو بعد توقف البطوله 7 جويلية تلعبوا ضد جمعيه اولمبي الشلف، وقلت لي التوقيت 9:30 تاع الليل. 9 تاع الليل هذا ما ننفرد به، نهار 7 جويلية، نهار 7 جويلية 9 تاع الليل توقيت موعد الرسمي ضد جمعيه اولمبي الشلف اللي قاعد حاليا يقوم بتربص في المغرب في مدينة إفران. الانتدابات اللي تحدث عليها السادة المشاهدين، دانيلو العكيشي باش يرجعوا، مازو لاعب منتخب النيجر. والله يا لبيب تعرف احنا الهيئة المديرة هذه خذت المقاليد الفريق معناها لو تران مارش كما يقولوا تقريبا شهر ونص من نهار 5 ماي. من نهار 5 ماي وهو همنا الوحيد وهمنا الأول هو كرة معناها فريق اكابر كره القدم. كيفاش يلزمنا في الوقت القليل والوقت الوجيز هذا نحضروا فريق اللي مش ندخلوا به كاس ربيعة الابطال، اللي مش يدافع على حظوظ النجم الرياضي الساحلي ويرجع ان شاء الله امجاد النجم الرياضي الساحلي، ومش يراهن بمعناها بصفه جديه وصفه تليق باسم وبتاريخ وبعلاقه الفريق. هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه باش نحضروا فريق للبطوله، بطوله الموسم القادم، فريق يكون معناها متجانس ومتكامل اللي ينجم يراهن على الالقاب. وهكا هو النجم الرياضي الساحلي معناها كل عام يلزم يكون مراهن من المراهنين لوال على الالقاب كسواء في تونس ولا خارج تونس. دونك انطلاقا من مبدا هذا ومن الموضوع هذا تصب معناها كامل مجهودات الحقيقه في الفتره الاخيره مع الاطار الفني معناها عوده سيموندر الكبير واللي عاونتنا برشا، لان سيموندر الكبير خدم مركز تكوين وخدم مدير فني للشبان. دونك يعرف اللاعبين الكل تقريب وعنده فكره على فريق النجم الرياضي الساحلي، وكان درب وصل به على قاب قوس او ادنى من تتويج بالدوبلي عم ناول كمل الثاني ولعب الدور النهائي للكاس. يرحم والديك. دونك سيموندر يعرف معناها التاش هذيا، فعندنا لاعبين شبان. واسمحوا لي في النقطه هذه نحب نشكر ونهني احباء النجم الرياضي الساحلي ولاعبين النجم الرياضي الساحلي على تتويج فريق الامال. مبروك للنجم الساحلي بطوله الامال، هاي بطوله تونس للامال قبل انتهاء الموسم الرياضي بجوله، معناها خدمه كبيره خدمها اللاعبين والاطار الفني والمسؤولين على الفرع هذا. قيس وبرشا ناس معاه، برشا ناس اللي خدموا وضحاوا وتعبوا والحقيقه توجوا، فهمتني؟ دونك توجوا ببطوله تونس، يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. والهيئه معناها تشجعهم وتشد على ايديهم. دونك في الفريق الامال فما 7 لاعبين في الفريق الوطني، وفما زوز لاعبين اجانب في الفرق الوطنيه نتاعهم. وانت ولا جاوبتني سي جلال. 9 لاعبين هاني في جاوبتك اتباعا. اعطيني الاسماء المطروحه توا سي جلال. هو كل برنامج كامل، برنامج عمل وقع الاتفاق مع سيموندر الكبير، معناها الهيئه المديره، رئيس النادي والمسؤولين في الهيئه مع الاطار الفني للنجم الرياضي الساحلي، وقع الاتفاق. اولا عندنا اونديكاب في القائمه الافريقيه. ثلاثة مقاعد فقط. عن الحق كان في 3 مقاعد. وعندنا 3 مقاعد يلزم واحد أجنبي عمره سينيور. معناها الاثنين الآخرين ما يكونوش، كان توانسة مش مشكل، أما كان أجنبي ما يلزم يكون عمرهم أقل من 21 عام. معناها احنا ديجا الهانديكاب نتاع الاختيار. معاكم 10 غادر ذهول للقائمة. عندنا 7 غادروا. هما 27 ومنهم 7 غادروا، فهمت؟ دونك عندنا الحق في 3.
عندنا مشكله في ما عندناش البوسيبيليتي باش نجيبوا اكثر من لاعب. ثاني حاجه احتياجات الفريق اليوم اللي اخذناها من عند الاطار الفني يقول لك انا حاجتي اتاكون دو بوينت اتاكون كونفيرمي اللي نجم يعطي الاضافه ولا النجم اليوم تجيبه غدا يصبح يلعب لاكيشي ولا مازو. دونك احنا قاعدين معناها صابين كل اهتمامنا الفتره من اللي بدينا قلت لك واحنا نخدموا في الموضوع هذا وفي الدوسي هذا عندنا برشا اسامي برشا عباد. الاسامي اللي تم ذكر مطروحه تم الاتصال بهم. خليني ندخل معك في الموضوع. ما نجمش نجاوبك لانه هذا تكتم. اي تكتم هذا معناها موضوع محاط بالسريه التامه. انت ماشي لتركيا ولا الله اعلم في علم الغيب. ما عملش اجراءات سفر. يمكن نمشي لان في تركيا لان فما عندنا مشكله اخرى مع الفريق اللي انتدب دانيلو لليوم معناها مستحقات مرسي ايوه مستحقات النجم الرياضي الساحلي اليوم ما تحصلناش عليها. انت ماشي باش تاخذ الفلوس ولا باش تجيب معك دانيلو؟ اذا نجيب الفلوس ولا نجيب ولا واحد نجيب منهم ولا نجيب اللاعب راجع اللاعب فهمتني. دونك الاسماء مش باش نعطيك لان انت موضوع الانتداب كما قلت لك الحقيقه موضوع سري مش سري هو معناها هي الاسماء هذه ما تروح على الاقل احباء النجم الرياضي الساحلي اللي يتبعوا في الفريق ويتبعوا في اخباره يوميا يعرفوا الاسماء المطروحه ونحن ما نعرفوش ما عندناش حق. سي جلال سي علي كيفية تحضير الترجي الرياضي الجرجيسي لبداية الموسم القادم وقبل هذا نكملوا الموسم الحالي؟ والله احنا وقعت جلسة ما بين الإطار الفني على راسه سي غازي الغرايلي والهيئة المديرة وهذا كان بعد منذ مقابلة الترجي الرياضي التونسي. كنا علاش قلت لك احنا كنا حبينا معناها نتائج الفريق تكون تبعد على مرحلة الوان كنا ديجا بصدد معناها حتى على مستوى باش طلعوا عن شبان من صنف الأمال ومن صنف الأواسط فهمني باش يدربوا مع الفريق لتحضير الموسم القادم وكذلك عملنا برنامج على أساس احتياجات الفريق اللي هو باش يكونوا معناها نحضروا موسم رياضي جديد على خاطر لازم نكونوا نصالحوا بعضنا أثناء ترجي رياضي الجريسي وبتتر غلطة حملها الهيئة المديرة وعلى رأسها اللي كون عملنا دي شوا تكنيك غلطين فيهم بعض الأخطاء ونتحمل المسؤوليات اللي هم البداية نتاعنا ما كانت صحيحة على مستوى الاختيارات على مستوى الاختيارات والمسؤوليه نتحملوها وكل انسان ينجح يقول نجحت واللي عمل الاخطاء لازم يكون عمل اخطاء وربما لا مش حكايه طرق ثابت قلت لك عملنا اختيارات فنيه انا ما نحبش غير من ما 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 شخصلوش ولا ما شخصلوش صارت اختيارات فنيه ربما اللي خلاتنا ربما الافكتيف نتاع خاطر شوف مختار في الميركاتو نتاع الشتاء اللاعبين الموجودين ماهمش معناها قله فهمني وعادة عندهم مشاكل مع فرقهم دونك ما الانتدابات انتم عندكم شيء والله فما حسب المراكز عندنا ربما ما بين ستة ولا خمسة مراكز باش ونحاولوا حبينا نعملوا بدينا نحاولوا المنتدبين لازم يكونوا معنا انا راه هكا ليكيب كيما ترجي الجيسي ولا في حاجة ترجي الجيسي كاتر فوار سان كيليمون كلي في دي بوست كلي اونتوري كي فون معنا اونكادري ان افكتيف بلوز او موان جون اللي نجم نصب عليه خاطر اللاعب اللي فورمي في الكلوب باش تدخله ديريكتومون يلزمه على الاقل اون اسيز معناها يسمى دي جوار دو كاليبر معناها اللي على المستوى الفني ولا على المستوى الذهني بيهزهم وفما دي بوست فما لاعبين باش يخرجوا والله فما عروض ماهر عامر كوفي دانكوي العروض اللاعب القائد المنتخب النيجر والله تونسي واجنبي هزوز وعاملين سقف نتاع مبالغ ماليه مطلوبه سقف ولا لا فما مفاوضات واللي فيه الخير ان شاء الله يصير. انت زاد متكتم على شكون اللي طالب من اللاعبين هذوما سيد علي والله عندنا عرض رسمي من شارل روا اللي يصعد في الليغ 1 نتاع بلجيكا هذا عرض جاني وديجا معناها هما طلبوه حتى قبل مقابله الاولمبي بيجي لكن مصلحه ترجي الجرجيسي قبل العروض قبل الانتقالات دونك احنا قلنا لهم كان توفى الشامبيون لاعب على ذمه الفريق دونك ما نجموش نسيبوه كان بعدنا. سيد علي سؤال اخير بخصوص البرنامج نتاع الفتره التوقف البطوله خممتش انت كرئيس مع بالتوافق مع رؤساء الجمعيات الاخرين شوفوا مشكله للعنف للويكلو انا قلت لك ديجا بكري اول حاجه هي هذاك لما رجعنا من على في الموضوع اي راهو يفوت ديباتر سو سوجي لا خاطر لازم نشوف باش نبداو زاد سيزون جديده من غير ما نشوفوا الاخطاء وندرسوا القديم معناها كان ما عملنا حتى شيء ما نعاودوش الجمهور معناها شوف هي راهو المالور سي جلال راه فما حاجات راهو باش نكونوا واضحين فما حاجات راهو بعد ساعات انا عملوه في البلاتو هنا في البلاتو هذايا وانا مع رجوع البطوله بعد الثوره بالجمهور فكرة مع سي حامد كامور صدف معناها اليوم علاش خاطر كنت ناخذ فيها من نظره معناها ما عادش كره وليت حبيت الكره هي رفض من راهو معناها ليماج تاع البلاد معناها انا حبيت ناخذ ديما ديسكور بوزيتيف بون اذا نحبوا انا مطبيه اليوم قدر نرجعوا الجمهور مع ترجع الجمهور يلزمنا الناس الكل يا خويا الاطراف الكل تجلس
وكل انسان يتحمل مسؤوليته. ثم اون ديمارش كذا بيان دي تدميري، كسوا الجمهور يتحمل مسؤوليته، رؤساء الجمعيات يتحمل مسؤوليته، الامن يتحمل مسؤوليته، الجماعات المحليه معناها يلزمنا دي تران، اذا يلزم نعمل كذا وكذا وكذا قبل ما ترجع شوبينا من تو نعملوه، نمشي نشوفوا ترى مثلا ترى علاش تو مثلا ترى فما ترانات مش سكيوريزي، ترى قربة ترى بني خلاد مش سكيوريزي، معناها الديار ترى المكنين ما يجيش ملعب في البلاصه هذيك. برشا حلول لازم الناس كل توا في فترة توقف البطولة المشاورات والمباحثات الناس كل تقف مع بعضها باش نلقاو حل قبل ما نرجعوا للبطولة وما نرجعوش لنفس المشاكل نفس المعبوكة. أكيد توقف أول يا لبيب لأنه الموسم الفارط نفس الحكاية، وقت اللي صارت حالة الويكلو والكوفر فيو في البلاد نفس الحكاية. اليوم أعتقد أن وزارة سلطة الإشراف الشباب والرياضة مع الداخلية مع رؤساء الجمعيات لابد من إيجاد حلول عملية، راه مش كيما ندوة حول العنف وبعد خرجنا مقترحات، علاش مقترح نتاع السيد الداخلية نظري، علاش ما نعملوش عملية بيضاء في الشهر الجاي، علاش ما نعملوش عملية تأمين ملاعب حقيقية في الـ في الـ في الـ في, في التريف هذايا، علاش ما نختاروش من تو الفكرة اللي نختاروا من تو السوركي ريجيم باش نلعبوا، باش نلعبوا بالويكلو، باش نلعبوا بحضور جماهير فريق المستضيف، باش نلعبوا بحضور جماهير مقيد، لأنه حبينا ولا كرهنا راهو الفترة الجاية باش تكون زاد فيها يبدو، لأنه باش ندخلوا في انتخابات وحكايات أخرين، دونك باش نجموا نكونوا في نفس الكليما اللي باش يأثر على الرياضة، لابد من اتخاذ قرارات عملية اليوم قبل ما نستناو فيفري ولا مارس الجاي. هذاك علاش سامحني هذاك علاش في الدخلة قلت لك راهو في الدخلة قلت لك راهو يلزم نعطيو حلول، صحيح قاعدين نعطيو في شعارات الناس الكل يلزم مي حل كونكري هذا هو اللي يطبق. والحاجة الثانية أنت حكيت على التحضيرات ما نجمش نمر بيسكو جانب يهمني خاطر يهم الفنيين، فما ستة أسابيع راهو بين توقف التو الهدنة هذية والروبريز نتاع نهاية البطولة، في ستة أسابيع فيهم شهر رمضان ونعرفه مليح وبحثنا دكاترة وأطباء اللي كون خاصة الأسبوعين اثنين اللي في شهر رمضان راهو من تقريب الفترة اللي أصعب فترة ريبريز تو سويت بعد رمضان راهو سي بلو كاتاستروفيك اللي كان تلعب في الخمسطاش. طلبنا ذوقي راح باش نحبوا نرجعوا يوم 1 سبتمبر على خاطر اما الرجوع في نهار 23 لا الرجوع نهار 23 خاطر هذيك في الفيزيولوجي